السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث السابع، 100 حديث للحفظ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. فيا من من الله عليك بالمال، ويا من من الله عليك بالصحة، إلى متى التأخير وإلى متى التسويف؟ لا تؤجل الحج، فالعمر ليس بيدي ولا بيدك. إن من الله عليك بالمال، البدار قبل فوات الأعمار. وما تنسوش إعجاب للفيديو وتصلي على حبيب النبي، واهتموا بحفظ الحديث، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها السعادة في الدنيا والآخرة.